فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تغطية الإمام لرأسه وكذلك المأمومين لرأسهم في الصلاة؟ هل يلزم؟ هذا أجمل، نعم، هذا من الجمال ومن الزينة. خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة في الصلاة على قسمين: زينة واجبة وهي ستر العورة، وزينة مستحبة وهي التجمل للصلاة. ومن ذلك تغطية الرأس، إذا كان من عادة البلد تغطية الرأس بالغترة أو بالسماء أو بالعمامة يغطيه، هذا من الجمال. نعم.